معاكم كابتن اياد الليسي من يو اف سي جيم في برنامج يوم سعيد. النهارده هنتكلم على اللور بودي اللي هي تمارين الرجل بوجه عام. هنبدا معاكم دلوقتي حاجات بسيطه ممكن تتعمل في اي حته، يعني تنفع الكبير والصغير. نبدا باول تمرين، هنفتح رجلينا شويه ونحط ايدينا كده، وبعد كده ننزل شويه وبالراحه خالص. ممكن نعملها 10 عدات في 3 مجموعات. بعد كده ممكن نطور الموضوع ان احنا ممكن نمسك بعد كده اي حاجه تانية. بعد كده ممكن نعمل تمرين تاني اللي هو نفتح رجلينا شويه ونحاول ننزل تاني، برضو هنكرره في حدود 10 عدات لحد ممكن 3 مجموعات. بعد كده ممكن ندخل في تمرين تاني ان احنا نبقى واقفين عادي، بعد كده نطلع رجلينا عادي وننزل واحدة واحدة. نبدل رجل ورجل. بعد كده ممكن ندخل في تمرين جولف ان احنا نفتح رجلينا كده عادي، بعد كده نحط ايدينا ما بين رجلينا وكده، بعد كده نرفع مشط الرجل ده حسب نظريه كل واحد. ممكن نبدا بخمس عدات، بعد كده ست عدات، بعد كده سبع عدات حسب الادفانس بتاعنا او البيزك بتاعنا. بعد كده ممكن نعمل حاجه ممكن تبقى فيها ممرونه شويه، واحدة واحدة ممكن حسب المرونة بتاعت كل واحد فينا. وبكده احنا خلصنا مجموعة تمارين سهلة وبسيطة. كان معاكم اياد الليسي في برنامج يوم سعيد.